دكتور خالد، كما وعدنا المشاهدين الكرام قبل يومين أن يكون الحديث في هذه الحلقة عن آية من آيات الله سبحانه وتعالى، عن خسوف القمر الذي يحدث هذه الليلة. نريد شيخ أن نقف مع هذه الظاهرة الكونية، ما دلالة هذه الظاهرة شيخ؟ ماذا يجب على المسلم أن يفعل في مثل هذه الحالات؟ أيضا نقف مع بعض شيخ الطرح الذي فيه شبهة والتباس الأمر على بعض الناس، وأن الأمر عادي كون هذا الأمر معلوم أصلا قبل مدة بأنه سيحدث، ثم مع بعض الجوانب الفقهية المتعلقة شيخ بهذه الظاهرة حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه له الحمد كله، أوله وآخره ظاهره وباطنه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان ليوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم صدق الإيمان به والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين وحزبه المفلحين وأوليائه الصالحين. أما بعد، فيما يتعلق بهذه الظاهرة الكونية، الكسوف، كسوف الشمس وخسوف القمر، هما من الآيات العظيمة التي يجريهم الله تعالى في الكون، دالة على عظمة الرب جل في علاه، فإن هذا الكون جميعه أرضه وسماءه هو مخلوق من مخلوقات الله جل في علاه، وجعل فيه من الآيات الدالة على بديع الصنع وعظيم القدرة ما يبصره أولو الألباب ويقف عليه أصحاب النظر والفكر من كل بني البشر، فإن الله تعالى بث الآيات الدالة على إلهيته وربوبيته وأنه الخالق المدبر في الآفاق وفي الأنفس، حتى تنقطع حجة الضالين وتقوم الحجة على الناس أجمعين. فمن دلائل صدق الرسل وربوبية الله هذا النظام البديع الذي أتقن الله تعالى به هذا الكون، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وبحمده، فهو المحكم لخلقه، المحكم لشرعه، المحكم لأوامره سبحانه وبحمده. فينبغي للمؤمن أن لا يفصل هذه الظاهرة عن هذا النظام الكل الذي يحكم الكون، فما من حركة في الكون ولا سكون إلا بأمر الله جل في علا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وإن خسوف القمر وكسوف الشمس هما من الآيات الظاهرة البينة التي يراها الناس، يشترك في رؤيتها الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحضري والبدوي، العالم والجاهل، وهذا حال كثير من الآيات التي تظهر للناس. لكن التعاطي مع هذه الآيات والتعامل معها يختلف باختلاف الناس، وهذا الاختلاف ليس باختلاف الصور والأشكال، إنما اختلاف الفكر والفهم والقلب والإيمان والتصديق. فإن المؤمن إذا أخبر على سبيل المثال في جزئية معينة، نعم، الخبر بهذه الحوادث قبل وقوعها، نعم، عندما تعلن جهات الاختصاص من الفلكيين والحسابين وغيرهم بأن الخسوف والكسوف للقمر سيكون في الساعة الفلانية ابتداء، وفي الساعة الفلانية اكتمالا، وفي الساعة الفلانية ابتداء للانجلاء، وفي الساعة الفلانية انتهاء، هذا قد يعطي بعض الناس انتشاء أن العلم قد وصل إلى درجات عالية في هذه الدقة المتناهية، وأقول حنانيك، لا شك أنه إنجاز، ولكن الأمر وراء ذلك بكثير، فهو دال على عظيم إتقان رب العالمين لهذا الكون الذي سخر في هذه الجوار العظيمة. الله جل وعلا يقول والشمس والقمر بحسبان، ولم يقل بحساب، بل قال بحسبان، بهذه الصيغة الدالة على كمال الدقة ومنتهى الحساب في سير الشمس والقمر، لا يختل ولا جزء من الثانية. ولهذا لما يطابق خبر الفلكيين ما وقع في الحدث
الكوني فهذا ليس دالا على إتقان الفلكيين فحسب، لا تقف الصورة هنا، إنما ينبغي أن تتجاوزها إلى ما هو أعظم، وهو إتقان هذا المسير جل في علاه لسير هذه الكواكب العظيمة في الأفلاك الكبيرة بهذه الدقة المتناهية إلى أجزاء الثانية. نعم. إنه صنع الله الذي أتقن كل شيء، لذلك يمتلئ قلب المؤمن تعظيما للرب جل في علاه. فهذه الأخبار لا تزلزل إيمان المؤمنين ولا تضعف يقينهم بأن الغيب لله جل في علاه، فالله تعالى قد قال قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون إلا أيان يبعثون. لكن الغيب الذي يجري فيما يتعلق بسنن محدد ونمط معين وحساب دقيق، هذا يمكن معرفته قبل حدوثه، كما هو معلوم في معرفة شروق الشمس وغروبها ومعرفة دخول الفصول وخروج، هذا يعلم بسنوات قبل حصوله، وليس هذا معكرا على ما أخبر الله من انفراده بعلم الغيب، لأن علم الغيب الذي لا يطلع عليه أحد هو ما لا يجري به سنن مما يتعلق بنظام كوني يجري على وفق ما قدره الله ونظمه سبحانه وبحمده. لهذا لا يتزعزع ولا يختل إيمان المؤمنين بهذه الأخبار، بل يستدلون بها على عظيم صنع الله جل وعلا، حيث يعرفون وجها من إتقان هذا الكون، ينكشف لهم إبداع من إبداع بديع السماوات والأرض سبحانه وبحمده، حيث يكون هذا هذه المطابقة وهذه الدقة في المطابقة دليلا على أن هذا الكون ليس خبط عشواء، إنما هو وفق سير دقيق. لا الشمس ينبغي لها أن تسبق القمر، والليل سابق النهار، ثم قال جل وعلا وكل في فلك يسبحون. من الذي يجريها؟ الله جل في علاه سبحانه وبحمده. إذن هذا إبداع وتهيئة للنفوس قبل حدوث الحدث، ونحن نقول لا شك أنه لما يقع الحدث دون سابق علم يكون وقعه في النفس أكبر بكثير مما لو سبق به العلم، أي سبق الإخبار به، لكن الناس جرت في السنوات الأخيرة على الإخبار. نعم. ولكن ينبغي أن ننبه إلى هذا المعنى الذي ذكرت، وهو أن هذا الإخبار مما يستدل به المؤمن على إتقان الصانع رب العالمين سبحانه وبحمده. الحدث بهذه الصورة، ذهاب نور الشمس وذهاب نور القمر بسبب الكسوف، هل له أسباب طبيعية كونية؟ الجواب نعم، فما من شيء في الكون إلا وله سبب، ليس هناك شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا ولا بد له من سبب. فالله قد قدر الأشياء بأسبابها، هذه الأسباب قد تنكشف للناس وقد لا تنكشف، لكن هذه الأسباب جزءان ونوعان، منها ما يتعلق بأسباب طبيعية وأسباب خلقية يعرفها الناس ويمكن أن يصلوا إلى تحديدها، وهناك أسباب خلف هذه الأسباب، أسباب قدرية من تتعلق بالسنن والنظام الذي بنى الله تعالى عليه هذا الكون، فيما يتعلق بسنن الله تعالى في خلقه وسنن الله تعالى في كونه. فالله جل وعلا أخبر بأن الشمس والقمر آيتان من آياته سبحانه وبحمده، وبذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهاتان الآيتان هما في سياق الآيات من أعظم الآيات التي ذكرها الله تعالى في كتابه لشهود الناس حركتها وانتفاعهم بها. هاتان الآيتان لا تخرجان عن كون ما يجري عليهما، إما أن يكون معلوما بسبب طبيعي، ويضاف إلى هذا السبب الطبيعي أسباب أخرى قد تكون غير ظاهرة ولا ملموسة، وهي ما جاءت الإشارة إليه في عموم كلام الله تعالى. فمثلا الله تعالى أخبر أن فساد نظام الكون يرجع إلى ما تكسبه أيدي بني آدم، وهذا خبر مبدع هذا الكون، ليس خبرا تجريبيا أو ممكن أن يختبر صحته وعدمه أو نظرية اقترحها أحد العلماء فنجري أبحاثا لنحققها، هذا خبر رب العالمين، رب الكون الذي له الأمر كله جل في علاه، فخبره لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا خبر من الله تعالى
يرجع إليه في تفسير كثير من الأحداث، فكل فساد في الكون سببه ما كسبت أيدي الناس، ما كسبت أيدي الناس بنص القرآن. لكن لا يعني هذا تعطيل الأسباب الكونية، الأسباب الطبيعية التي يعرفها الناس. فمثلا اختفاء لون اختفاء نور القمر في مثل هذه الليلة سببه أن الطبيعي، نعم، الذي يرصده الفلكيون ويرصده أصحاب المراصد أن الشمس أن الأرض تتوسط بين الشمس والقمر، فما يكون من انعكاس ضوء الشمس على القمر يحجب بسبب وجود الأرض بينهما، وبالتالي ينطمس نور القمر. هذا سبب حسابي، سبب طبيعي، لكن الظاهرة هذه يجب ألا، هذا الاكتشاف يجب ألا يذهب المعنى الشرعي في الاكتشاف في هذا الحدث. فإن هذه الظاهرة الطبيعية ليست ظاهرة طبيعية مجردة عن المعاني والمضامين، بل فيها من المعاني والمضامين ما ينبغي أن يلتفت إليه، ولا يعني هذا أن نعطل ما كان من أسباب كونية قدرية قضاها الله تعالى وجعلها سببا لحصول هذه الظاهرة. فمن الأسباب الشرعية ما أخبر به من لا ينطق عن الهوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، دلالتان على عظمة الله جل وعلا، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، يخوف الله بهما عباده. نقف عند هذا الخبر النبوي، يخوف الله بهما عباده. إذن هناك معنى آخر ينبغي أن تسلط إليه الأذهان، هو الذي ينتفع منه الصغير والكبير، نعم، والذكر والأنثى والعام والجهل. يعني لما أشرح للناس أن القمر انطماس نوره هو بسبب وجود الأرض، توسط الأرض بين الشمس وبين القمر، نعم، هذا من الذي يستفيد منه؟ هذا حدث قد لا يستفيد منه كثير من الناس، نعم، لكن لما أقول يخوف الله بهما عباده، نعم، هنا معنى للجميع، للجميع. ولذلك أعلم الناس بربه لما حدث الكسوف في زمانه صلى الله عليه وسلم، فقد كسفت الشمس في 29 من شوال في السنة في آخر سنة أدركها النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة العاشرة لما كسفت الشمس في ذلك الزمان خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، وهو أثبت الناس قلبا وأعظمهم يقينا، خرج فزعا صلى الله عليه وسلم، يعني خائفا، يظنها الساعة، تصور، يظنها الساعة، يعني يظن أن هذا الانطماس لضوء الشمس هو بداية قيام الساعة. وهل يجهل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآيات التي قال إنها ستكون بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وما إلى ذلك من الآيات؟ لا، لم تغب عنه ولم يجهلها، لكن الحدث في ذاته هو دلالة على ما يكون في الآخرة. الله تعالى يقول في محكم كتابه: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أين المفر. هذا المشهد الكوني الذي يذكرنا به، وهذا مشهد أخروي في يوم القيامة، يذكرنا به هذا المشهد الذي نشاهده من غياب وانطماس نور القمر. إنه مشهد تفزع له القلوب المؤمنة، تجل منه القلوب الحية. طبعا من الناس من يجعله مشهدا خلابا، يأتي بالمراصد، نعم، ويرقبه ويدقق فيه. أقول هؤلاء غفلوا عن المعنى الحقيقي واشتغلوا، نعم، بالمعنى الظاهر.